أنا عبد العزيز، في يوم ولادتي صار شيء غريب. مبروك. ولما كبرت ودخلت المدرسة صارت لي أشياء أغرب. في يوم رحت للحلاق، محاولة يا سمني على أمل إني ألاقي حل. لكن ما كان في حل. واللي كان باين عليه فاهم منهم قال إيه قاعد مي كر سكتة. مجيب. يا عمي قدام طالع دوام يوم من الايام جاتني رساله لعبت في حسبتي. لا تنسى اجتماعك مع المدير الساعه 3. بس كده قدام وما حنسى اليوم اللي اتصلت علي امي. ايوه امي، يلا انا واقفة عند الباب حنوصل فاتن. فاتن مجيب زبطني زي ما يزبطني دايما. زوجت، خلفت، وسعادتي صارت من سعادة عيالي. ولما قالوا لي بابا تعال اسبح معانا، ما صدقت خبر قدام. بدك كيف؟ مجيب أول ما شفته تخبر، معقولة ده مجيب اللي كان يحل لي مشاكلي؟ واخدني على جنب وقال لي ميا بورا چکا اب میں تمہارے بال داڑھی مونچھے کچھ نہیں کر سکتا. بس انا مين حيحلق لي دحين؟ فكر نہ کرو، میں تمہیں اس کا راز دوں گا.